أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. الحقيقة الكلمة النهاردة عن كلمة سحرية، والله كلمة بتحل كمية مشاكل يا جماعة، وكلمة تطفي نار الغضب. شوفوا كمية المشاكل اللي بتحصل بين الناس كل يوم في الشارع وفي البيوت، ورجالة مع ستاتهم ومع أولادنا، والشباب مع أبهاتهم، وفي العربيات وفي السواقة وفي الشغل. كلمة سحرية، عارفين إيه هي؟ كلمة أنا آسف. والله كلمة حلوة بشكل، كلمة بتطفي نار الغضب بشكل. واوعى تتكسف وانت بتقولها، قول يعني لما تغلط والله مش عيب، واوعى تفتكر ان ده ضعف، والله الاعتذار قوة يا جماعة، الاعتذار قوة مش ضعف. وايه المشكلة لو كسرت اشارة؟ بدل ما تشوح بايدك تقوم رافع ايدك وتقول انا اسف. صدقوا ان انا جربتها كتير، وشفت ناس جربتها كتير، والتاني بقى العربية التانية لسه هتتخانق، ويمكن انت ما تكونش غلطان قوي، تقوم قايل له انا اسف. تبص تلاقي الناس هديت ويقولك حقك عليا اتفضل. تخيل انت ومراتك والخناقه ابتدت، والخناقه على ايه مثلا؟ على زرار قميص مقطوع، ولا على ملح زياده في الاكل، وتقوم طالع تقول طب حقك عليا انا اسف. يا سلام. تخيل بقى مديرك في الشغل وانت عمال تجادل، اصل ساعات ما بنقولش انا اسف ايه، فتقعد تجادل 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 لغايه ما اللي قدامك يزهق. انا اسف حلوه قوي وسهله قوي وجميله قوي. تخيل مع ابوك، تخيلي مع امك انا اسف، والله قوه، والله دليل ان عندك ثقه في نفسك، وانك قوي، وانك مش ضعيف، وعلى فكره وبتجيب احترام، اللي قدامك بيحترمك. انت ليه بتكسف تقولها؟ انت ليه خايف تقولها؟ قول انا اسف لما تغلط او حتى نص غلطه. يا سيدي هحكي لكم مره موقف يضحك. كنت في مسجد الحصري في رمضان، الكلام ده قبل ما امشي من مصر سنه 2002 ولا 2001، كان بقى رمضان والعشر الأواخر وزحمة جدا، يعني بنتكلم مثلا في حوالي 20-30 ألف واحد موجودين، وكنا بنصلي 4 ركعات، وبعد كده أنا بدي كلمة. فوإحنا بنصلي الناس الموبايلات بتاعتها تيت 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 تيت، أنا طبيعتي هادية، بس يوميها من كتر التليفونات مش عارف أصلي، فاتغصت جدا يعني. فطلعت قمت ماسك الميكروفون حد يبقى الكلمه، فابتديت الكلمه ان يا جماعه ما يصحش كده، وده حاجه لا تليق، ولو سمحتوا تقفلوا موبايلاتكم، وكان صوتي فيه شويه حده كده. في وسط ما انا بتكلم في صوت موبايل عمال يعلى 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 يعلى، فانا بتغاظ اكتر، والموبايل عمال يعلى، بحط ايدي على جيبي طلع اللي بيضرب هو الموبايل بتاعي. الناس بتطلع ازاي من موقف زي كده؟ في بعض الناس يقوم طافي موبايله ويعمل ان هو ما حصلش حاجه ويفتكر ان الناس عدت عليها، وفي ناس يفضل يتخانق مع الاخرين ويقول عيب اللي يعني يعمل حركه نصكم، يعني يقول عيب اللي لسه موبايله والع كانه واحد تاني. انما انا الحقيقه قمت عاملها بضحكه، قلت لهم يا جماعه هو صحيح فتح الموبايلات عيب، بس يعني احيانا بيبقى غصب عن الواحد. انا اسف تليفوني هو اللي بيضرب، انا مش هعمل كده تاني. الناس ابتسمت وضحكت وصدقوا بعديها وقفوا الموبايلات تضرب في الأيام دي. أنا الحقيقة بقترح عليك اتدرب على الكلمة السحرية الجميلة المريحة اللي بتكسب احترام الناس ليك وتدل على ثقتك في نفسك. أنا آسف. أشوفكم على خير وبسمة أمل، والسلام عليكم ورحمة الله.